معاك صاحب الهدف الاول كابتن علي معلول، مليون مبروك. فرحت الاهلاويه النهارده بهدف ولا اروع، اللقب رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي، من اصعب بطولات ولكن من احلى بطولات دوري للنادي الاهلي. الحمد لله، الف مبروك ان شاء الله لجماهير النادي الاهلي الكل على اللقب هذا. لقب جاء في موسم استثنائي بالنسبه لنا احنا بعد ماراثون بتاع مقابلات ومتاع مسابقات، لكن الحمد لله شخصيه النادي الاهلي عملت الفارق اليوم. الحمد لله، الف مبروك مره اخرى، وان شاء الله تكون نهايه موسم ممتازه لنا ودافع معنا، وان شاء الله باش نبدأ موسم جديد مليان بالطموحات ان شاء الله. عودتنا باهدافك القاتله في المباريات الصعبه جدا. لا الحمد لله، هذا مجهود نتاع فريق بالكامل، الناس كل عندنا هدف واحد هو نتوجوا باللقب، مش مهم شكون سجل وشكون اعطى الهدف، لكن المهم هي مصلحه الفريق. الحمد لله حسمنا اليوم الدوري قبل جوله من النهايه نتاعها، لكن هذا ما يمنعش اللي تستنى فينا مقابله صعيبه مع نادي الزمالك في اخر جوله. نفرحوا اليوم ومن غدوه ان شاء الله نرجع نركز ونحضر المقابله نتاعنا ان شاء الله. شكرا كابتن اسلام، مستمرين معك.